بطلتنا بيم هي بنت حلوة وبتعيش حياتها زي كل واحد فينا، وبيبدأ أحداث مسلسلنا لما بتكون بطلتنا بتستكشف المستشفى لأنها رح تشتغل كممرضة، وكل أصدقائها في الشغل بيضلوا يحكوا على جمالها. بطلتنا بيم ما عندها عيلة، أمها توفت من لما كانت صغيرة، فلهيك اتبنوها عيلة تانية وبدأوا يعتنوا بيها، خصوصا هذا الرجال العجوز يلي بعامل بطلتنا زي بنته أكتر من هيك. هاي حفيدتي بيم، وين حفيدتك التانية كيم؟ أنا هون. بنتي لا تتصرفي بوقاحة، اعتذري من جدك يلا لأنك تأخرتي عن الحفلة. حبيبي ليش لحتى تعتذر؟ بنتي ما سوت شي غلط. جدي مبين انك سعيد لأنك تركت أبي يتبنى بنت عشان تصير خادمتنا. احترمي بيم، هي مثل أختك، وأنا سويت هالحفلة خصوصا لإلها لأنها لقيت وظيفة جديدة. لو ما كنت سعيدة فادخلي للبيت. سيدي اتفضل. بيم هاي الهدية تبعك لأنك توظفتي. شو هاد؟ مستحيل جدي، من امتى وانا بترجاك عشان تشتري لي سيارة؟ بس ما كنت بتوافق، والحين بنت زيها اشتريت لها سيارة احلامي. بنتي تعالي لهون، بعرفكم على بطلنا ايت، هو شاب وسيم وغني وبيدرس في امريكا. مرحبا ايت، كيف حالك؟ بخير، رح خبرك بخبر مفرح، اتخرجت. مبروك يا صديقي، انت رح ترجع لتايلاند بعد 5 ايام. وانت شو بتسوي؟ صديقي فتح حانة جديدة، رح روح لأشوفها. اوكي باي. فبيجي بيت للحانة وبيشوف كام وبيوقع في حبها من اول نظرة، كما انه بيدفع عوضها الفاتورة. شكرا لإلك. شو اسمك؟ بيم. وانت؟ بيت، اتشرفت بمعرفتك. فبيضلوا يطلعوا مع بعض ويروحوا في مواعيد مع بعض، وفي الليلة بيرجعوا. شكرا على اليوم، تصبحي على خير. وبتودعوا بيروح، وبعدها مباشرة بتجي بيم بسيارتها الجديدة. مين هادي اللي وصلك؟ مو دخلك، انا خايفة عليكي. لو كنت خايفة علي طب اعطيني سيارتك. او شو شكلك نسيتي؟ حتى انت رجعتي متأخرة. انا كنت بشتغل. طبعا انت دايما عندك اعذار وانا لا. لا تحكي هيك يا اختي، انا خايفة عليكي. انت بالضبط ما عندك الحق لتقلقي علي، لاني عمري ما اعتبرتك اختي. بس انا بعتبرك مثل اختي لانه ابوك تبناني من يوم ما اجيت لبيتنا، والمشاكل صاينة ما بتوقف. شو بتقصدي؟ لو ما كنت اجيتي كنا رح نكون سعداء، والكل كان رح يحبني ويحترمني، اما جيتك هاي بس سببت لنا المشاكل. انا ما رح اعصب منك لاني رح اتظاهر انه ما سمعت شيء. مو داعي تكذبي على حالك لانه كلامي حقيقي، وانتي ما كان لازم تولدي اصلا. وبتروح. اما اختها كيم فبتضل كل يوم تطلع مع بيت وبصيروا قراب من بعض. ايت انا وقعت في حب بنت اسمها بيم، هي كتير حلوة، كما انه صرنا اكتر من شهر ونحن بنتواعد، وبشوف صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرها حلوة، كيف بيت حبها. واليوم اللي بعده بتجي للمستشفى اختها وبتحط عينها على هذا الدكتور، وفي الصبح بيجي بيت للبيت كيم. وينها بيم؟ راحت للشغل. شو؟ بيم بتشتغل؟ انا بعرف انها في البيت، بدي اقابلها. بيت ليش جيت لبيتي؟ بدي احكي معك. اوكي انا رح اجي انتظرني. بيت خلينا ننفصل. بس ليش؟ لاني مليت منك. بس انا بحبك وانا لا. اوكي روح من هون ولا تجي لبيتي مرة تانية. وبيزعل كتير، وفي المساء بتجي للمستشفى لتقبل هداك الدكتور، وفي الليل بتجي للبيت متأخرة. ليش تأخرتي؟ طلعت مع صديقي. هل بتعرفي انه نحن كنا خايفين عليكي؟ ما بعرف انكم بتحبوني لهالدرجة. بنتي شو بتحكي؟ اوكي لو ما بدكم اضل اتأخر طب اعطوني سيارة بيم، رح تروحي لامريكا لتدرسي هنيك. شو؟ انا وامك قررنا. بدك تتخلص مني صح عشان تضل مع بيم؟ انا ماني موافقة. بيت وينك؟ مو قلت رح تجي لتقابلني في المطار؟ بيم انفصلت عني. لا تحكي لي انك بتشرب. المهم لا تروح لاي مكان، انتظرني انا رح اجي لعندك. بيت
تعال لتاخذني، انا ما بدي اضل في البيت. اوكي رح اجي. ايت اتصلت ببيم وطلبت مني اروح لعندها. بس انت تمل، كيف رح تقود السيارة؟ مو مشكلة بقدر اقود. لا ضل في البيت وما تروح لأي مكان. بيت؟ شو لساتك في البيت؟ لما اجيت وراي رح اخذ تاكسي. خلاص انا جاي. وبيوصل ايت للبيت وبشوف سيارة بيت وبيضل يلاحقه وبيسوي حادث وبيجيبه للمستشفى. لو سمحت انتظر هون. وللأسف بيتوفى بيت وبيحضر جنازته وبيقعد بيت انه رح ينتقم من بيم. وبيجي للمستشفى يلي بتشتغل فيها بطلتنا بيم. بدي اقابل بيم. انا هي بيم. شو بدك؟ ليش ما اجيت لجنازة بيت؟ هو مات بسببك، ما كان لازم يروح لعندك. شو بتحكي؟ بلا ما تسوي حالك انك بريئة، حتى انك ما فكرت تروحي لتعتذري منه او تودعيه. اوكي لساتك مصرة على عنادك، بس انتظري ورح تشوفي. واخيرا بتعرف كيم بسالفة موت بيت وبتخافي كتير انه يفضحوها لانها سبب في موته، فبتقص الجريدة وبترميها في الحمام. لا تخافي يا كيم، ما حدا رح يعرف عن علاقتك ببيت، حتى لو عرفوا فبيم هي سبب مو انا، انا كيم. فبتتعرف كيم عن ايت وبتخبره انها عندها اخت اسمها بيم، وبيوصلها للبيت ومنها عشان يشوف بطلتنا بيم. انت شو بتسوي هون؟ هل بتعرفوا بعض؟ لا انا ما بعرفها. لازم اخبرك بشيء، بيم مو مثل ما بتعتقد، هي مانها هادية، هي واحدة شريرة، احذر منها. شكرا على تنبيهك لي، نلتقي بعدين، باي. واليوم اللي بعده بضل يراقب بطلتنا. شو بتسوي؟ لوين رايحة؟ للبيت. لوين رح كون رايحة مثلا؟ منيح وصليني معك، بدي اشوف اختك كيم. اطلب من صديقك يوصلك او خذ تاكسي، هو رح يروح لمكان تاني. لا تكوني انانية، انتي رايحة لنفس طريقي. بلا ما تضيع لي وقتي، انا مو شوفيرك لاوصلك. شو بكي مستعجلة؟ او شو عندك موعد مع رجال تاني؟ جدي مريض، لازم اروح لافحصه الحين، ممكن تتركني اروح؟ وبتجي للبيت وبتفحص جدها وبيكون بخير. مرحبا كيم، اليوم رحت للمستشفى وشفت اختك رايحة بسرعة، حكيت انها رح تروح للبيت عشان تفحص جدك. انا اتصلت بيكي لاسألك عنه، كيف صار الحين؟ منيح؟ جدي بخير، وهي ما اجت للبيت، حكيت انها مشغولة اليوم ورح تتأخر. شكرا لإلك. كيف تتجرئي يا بيم تخدعيني؟ بس انتظري ورح تشوفي. انت شو بتحسي بحالك؟ خبرتي ايت انه جدي مريض مشان يشفق عليكي؟ شو بتخبصي انتي؟ بعرف انك بتتقربي منه ليصير ملكك. انا ما بتقرب منه، هو يلي بيضل يلاحقني لاي مكان بروح لإله. كذابة. كيم بليز اسمعيني، لا ضلي تصدقي كلامه، هو بده يستغلك. بتحكي لي هيك لانك بدك يصير ملكك صح؟ ليش اجيت؟ امتى رح تخلصي؟ بدي اعزمك على العشاء، انا مشغولة ما رح اطلع معك. شو ما بدك تعرفي ليش بضل بلاحقك؟ شو يعني لو طلعت معك رح تخبرني؟ ايه يلا نروح. لوين رح نروح مشان الحقك بسيارتي؟ رح نروح في سيارتي. او شو ما بدك تعرفي؟ خلاص وبتركب في المقعد الخلفي. شبكي بردانة؟ هل فيك تحكي الحين؟ شبكي مستعجلة؟ انا كتير جوعان الحين، لما اخلص الاكل رح خبرك. لو ما كنت رح تخبرني رح روح. شو ما عجبك المكان؟ متعودة على الاماكن الغالية والرائية والملاهي. انا رح روح. انتظري لحظة، ليش درجة حرارتك مرتفعة؟ شو بدك تهربي مني؟ لازم تعتذري لصديقي. انا ما بعرف ليش بتضل تلاحقني كل هالوقت، قلت لك انه انا ما بعرف صديقك. تعالي رح وصلك للبيت. لا رح اخذ تاكسي. بس انت مريضة وما رح تلاقي تاكسي هون. انتظر انا ما بدي اروح، انت مريضة ولساتك عنيدة. شو ما رح تدخلي للسيارة او بدك ادخلك بطريقتي؟ خلاص رح ادخل. وبضل يقود السيارة بسرعة كبيرة مشان يخوفها، بس هي ما بتخاف وبتنزل من السيارة وبيغمى عليها وبيوصلها للبيت. هل اخذها للغرفة؟ لا انا رح اخذها روح الحين. وبتتركها هنيك لحد ما بيجي ابوها يلي تبناها وبيساعدها وبيجيبها لغرفتها. كيم ليش تركتي اختك المريضة لحالها؟ هي بتعرف بس تطلع مع الرجال التانيين وما بتعرف كيف تجي لغرفتها. هيك بتعاملي اختك؟ انا ما
توقعت انك تكوني هيك. ايه انا تركتها مشان تموت وتريحني، انا بكرهها كتير وبيصفعها. بنتي لوين رايحه؟ انت لساتك مريضه. لا لازم اروح لاشتغل، تعالي معي. بل ما تظهري انك مريضه، صرت منيحه الحين. لوين رحتي البارح مع ايد؟ هو طلب مني اروح معه. شو كان بدك تغويه؟ لا هو معصب مني بس ما بعرف شو هو السبب. لو اكتشفت انك بتكذبي علي رح اقتلك بايدي. يلا انقلعي من هون. اختي تعالي لا توصليني للبيت، انا في الحانة الحين. اوكي انا رح اجي. وبتجي للحانة. مرحبا ايت. بين في الداخل مثل ما قلت لك، هي جلسة تستمتع بالوقت، يلا ندخل لنشوفها. وبتدخل وبتضل تدور على بيم، فبتجي كيم وبتسحبها لسيارة وبيروحوا وبتترك ايت لحاله، فبتضل تسبها وبتطردها من السيارة وبتجي للبيت لحالها. واليوم لبعضه بضل ايتي يبعت لبطلتنا كتير هدايا باسم بيت، بس هي ما بتعرف مين هو بيت. كما انه بتجي هالمرة وبتتهم بطلتنا انها بتخونها مع زوجها وبتسكب عليها المي وبتصفعها وبتروح، وبينتشر هذاك الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا بطلنا هو يلي خطط لكل هذاك الشيء. ولما بتوصل للبيت بقطعوا طريقها الصحافة، واليوم اللي بعده بيجي عندها بطلنا. شو بدك اساعدك في شيء عن هذاك الفيديو يلي انتشر عندك في كل مواقع التواصل الاجتماعي؟ مو داعي، لانه اللي نشره موجود قدامي. شو بتشكي فيني؟ ايه مو انت دايما معصب علي وبدك تأذيني؟ وبتكون رح تروح وبيجوا هالاشخاص وبتكون رح توقع، وبينقذها بطلنا وبيتأدى عوضها وبيسحبوه للمستشفى بسرعة وبتضل تعتني بيه. وفي كل مرة بيضل يطلب منها يتمسح له جسمه او تسكر المكيف او تجهز له الاكل او تحضر له الفواكه، المهم بيضل يزعجها كتير. وفي الليل بتكون رح تجي لعند غرفة بطلنا وبتحس انه في شخص بيراقبها وبيلاحقها وبتخاف كتير. شبكي ليش تأخرتي؟ كنت مشغولة مع مريض تاني، اعطيني كتاب لأقرأه. لوين رايحة؟ ضلي هون لما انام بعدين روحي. وبيسوي حاله انه بيقرأ الكتاب، بس بيضل يرسل لها الرسائل وصورها وبيضل يهددها فيها وبتخاف كتير. فبتسحب بطلتنا شكها في بطلنا وبتطلع من الغرفة وبتسحبها ام كام وبتضل تضربها وبتروح. ليش ما بترد على الرسائل؟ وبيجي ليدور عليها وبيسمع صوت بنت بتبكي وبتطلع بطلتنا. شبكي؟ ولا شيء. هل بدك اتصل بالشرطة؟ لا تعالي رح ساعدك، وقعت من الدرج وبس. انت بتكذبي، مين اللي اذاكي؟ حكيت لك اني وقعت من الدرج. ليش طلعت من غرفتك؟ عشان اتمشى شوي. تتمشى في الليل؟ يلا معي بدي احكي معك. بيوجعني. شبكي؟ مين اللي سوى فيكي هيك؟ ولا شيء. وبتجي مديرة المرضى وبتشوفهم وهم في هالمنظر، وطبعا فهمتهم بالغلط وبألف مليون غلط. واليوم اللي بعده بتجي لقبر امها وبيكسروا الرماد تبع امها قصدا، والمسكينة بتضل تبكي. وبيجي بطلنا وبيساعدها. انتي يا حقيرة، منبهتك انك تبتعدي عن ايت؟ انا ما بدي اتاجر معك، فبكفي شو سويتي فيني انت وامك. انتي لساتك ما شفتي شيء. وبتضل تغرقها في المي وبتروح. واليوم اللي بعده بتحاول كيم انها تتقرب من ايد، بس بيوقفها. وفي المساء بيسووا حفلة بمناسبة افتتاح مشروع خير جديد، فبتضل كيم كل شوي تزعج بطلتنا، فبتخطط في خطة ذكية وشريرة في نفس الوقت. بتسوي حالها انها بترتب وبتوقع قصدا عشان يمسكها بطلنا. بنتي هل انت بخير؟ شكرا ايت. لازم نروح لنقابل الصحافة بخصوص المشروع الخيري. لازم ننادي لبيم لانها المسؤولة عن المشروع. انا خبرتها بس هي ما بدها تقابل الصحافة. اوكي. وبتقابل الصحافة وبتضل تتصرف زي كأنها المسؤولة عن المشروع، كما انها بتخبرهم انه هي اللي المسؤولة عن هذا المشروع. وبتصعد بطلتنا على المسرح وكيم بتعطيها الورود وبتجرح ايدها. شبكي؟ ولا شيء، اتركيني اساعدك. لا شكرا. وبتقع عليه بالغلط وبيكون في حدا صورهم. وفي المساء بتجي للبيت وبتضل تضرب بيم لانها كانت قريبة من ايد. كيف عرفت السبب؟ طبعا
بسبب هالصورة يلي انتشرت في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبتسكر عليها باب السيارة وبتضل المسكينة هناك بتتألم في صمت، وبيجي أب كيم وبينقذها. بنتي مين اللي سوى فيكي هيك؟ كيم، بعرف انك انتي اللي سكرتي باب السيارة على اختك. شو بتحكي؟ كيم ما سوت شي. ايه انا شو رح تضربني مثلا؟ انتي بتعرفي ان اختك عندها فوبيا من الاماكن الضيقة، ومع هيك سويتي فعلتك. ايه انا بدي اياها تموت وتتركني اعيش بسلام. فبيسحبها وبيحبسها في الغرفة، واليوم اللي بعده بيجوا ابطالنا لها القرية عشان يساعدوا اهل القرية المريضين. مرحبا، ليش اجيتي؟ حتى انا عضوة في المشروع الخيري، فعندي الحق لأكون معكم. ما رح تقدري تضلي هون لانه ما في لا مكيف ولا اكل. مو مشكلة، انا اجيت هون مشان العمل، صح يا ايت؟ كلياتنا رح ننام هون. شو؟ شو هالغرفة المقرفة؟ مستحيل انام هون، رح روح للفندق مالت الخمس نجوم. بس اقرب فندق من هون بيبعد تقريبا ساعة. جهزوا لي غرفة خاصة وبتجي لغرفتها، فما بتقدر تتأقلم مع الوضع أو تندمج مع ناس أهل القرية عكس أبطالنا اللي بيكونوا بيسووا عملهم. وعلى فكرة فكين بتضل بس تلف الدور وتلف الدور، ما بتسوي ولا شيء من غير إنها بس بتضل تقترف منهم وبس. بتحسوها زي كأنها أجت عشان تسوي عرض أسياء مالس الملابس. بيم، وين غرفة إيت؟ قدام الشلال. بس ليش؟ بدك تروحي لعنده؟ شو بتحكي؟ فبتطلب كيم من الخدمة تبعها انها تروح وتطلب من بطلنا عشان يقابلها في الشلال، بس بتفشل الخطة تبعها لانه بطلنا بيروح في الاتجاه المعاكس تبع الشلال، وبتكون كيم هنيك بتنتظر بطلنا. ومثل ما بتشوفوا هيك بيصير، وبيطلع الدكتور مو ايد. اما بطلنا فبيلتقي ببطلتنا وبتخاف وبتقع في الشلال بالغلط وبيساعدها. واليوم اللي بعده بيمسكوهم مجموعة من هالعصابات وبيربطوهم. وهيك بيكون انتهى الجزء الاول. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وسووا لايك للفيديو عشان يوصلكم اشعار اول ما ينزل الجزء الثاني، يا رح ينزل بكرة او بعد بكرة، ورح خبركم في المنتدى. وبس بحبكم كتير كتير وعشقكم وحبكم كوما، واشوفكم بفيديو جاي ان شاء الله. باي باي.